نستعين. كمل كمل شوف شو جابر. واستوصوا بأخواتك خيرا. الآن احمل هم خواتك. أعطاه حمل الدين، اثنين حمل الخوات. طيب فأصبحنا فكان أول قتيل. أول قتيل أبوه، هذا إيش؟ كرامة. أهم إشي يا جماعة إنك تحسن العمل. أنا شاعر بدي أموت، ممتاز. شو بتعمل؟ ماذا تعمل؟ عملا صالحا. أيوة. ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة. يا أخي في فاصل يا شيخ أحمد. ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر. بعد ستة أشهر حطهم مع بعض بسبب الحرب والمعركة، لكن حبيت أفصل والدي عن الآخر، لأن السنة كل شخص يكون في قبر. نعم. فإذا هو كيومي وضعته غير أذنه فجعلته في قبر على حدة. نعم. انظر، بعد ستة أشهر أبوه في القبر كما هو. ويا جماعة أنتوا بتحكوا عن تربة المدينة وتربة مكة، الآن تربة المدينة في البقيع بعد ستة أشهر يتحلل الجسد ويبقى منه شيء لا يذكر، ومع ذلك هو بعد ستة أشهر كشف عن، فلم يجد جسده قد أصيب إلا شيء في أذنه. كرامة. إذن جنسها مقدور للبشر، لكن كانت شيء زائد عما هو معهود عند البشر.